عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعه الترتيبات الجاريه لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي واكد رئيس مجلس الوزراء ان عقد مؤتمر الاستثمار ياتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمه المصريه الاوروبيه مؤخرا للتعريف بالفرص والامكانات الاستثماريه في مصر واكد مدبولي مواصله الحكومه اجراء الاصلاحات الهيكليه للاقتصاد في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدوله عبر تنفيذ وثيقه سياسه ملكيه الدوله